السلام عليكم الناس ديال التيك توك، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. بما انني كنت شاركت معكم واحد التقطيعه ديال الدلاع عن طريقه سهله وبسيطه ونالت الاعجاب ديالكم، يعني دخلت بزاف ديال الناس وقلت علاش لا بغيت نقطع عاوتاني واحد الدلاع، وقلت علاش لا نعاود نترك معكم واحد الطريقه وحده اخرى زوينه. كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكنتمنى تشرفوني. دخلوا عندي للقناه اليوتيوب قناه لطيفه اسم قناتي، وعلاش لا العائله ديالنا في القناه تكبر. فانا كنحط الفيديوهات ديال الروتينات وديال الحلويات، المهم كل مره وشنو. وكنرحب بكم جميع في القناه ديالي، كنتمنى تشرفوني. وهذا فضل منكم وليس امر. وهذه هي التقطيعه ديال الدلاعه، بعد ما قطعتها كتجي زوينه كيف ما شفتوا معايا، فكانت مفقعه كاع من الوسط، ولكن واخا هكذاك قديت ليها التقطيعه ما ضاعتش. صافي هذه هي التقطيعه ديالنا، وهذه عاوتاني كتجي تقطيعه رقيقه باش هكا كنحيدوا العظمه هكا بالموس، كيجي سهل. ودابا كنقول لكم الى اللقاء.